السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا اخوان. هذا اللي تشاهدونه امامكم عبارة عن مكنسة مخصصة للسيارة، تنظيف مقاعد السيارة جدا ممتازة وعملية. طبعا يجي معها ثلاث خراطيش، الخرطوش هذا الطويل طبعا الاماكن البعيدة، ثم هذا الثاني وهذا الثالث اللي على شكل المكنسة. طبعا تشتغل ولاعة السيارة، السلك تقريبا بطول 5 متر. بعد ما تتم عملية التنظيف ما عليك، تضغط الزر هذا ويطلع معك الاسطوانة هذه تطلع وتنظفه. طبعا من ضمن التعليمات المذكورة على كرتون المكنسة انك تقدر تستخدمها 15 دقيقة متواصلة، بعدين تتركها فترة مثلا 5 دقائق، تريح الموتور ثم تعاود التشغيل مرة اخرى. طبعا جدا ممتازة في السعر، طبعا مستحيل ان تكون سيارة بكمية التراب عزكم الله والاوراق اللي انا حطيتها، لكن من باب التجربة. طبعا سهلة، تفك بالنسبة للتنظيف تضغط الزر هذا ثم تنظف الفلتر اللي موجود هنا وتطلع الاوساخ تكبها.